بعد كده بنتكلم بقى عن معنى متشابه عند ناس كتير جدا، وهي فكرة العقيدة والشريعة. ناس كتير بتختلط عليها الأمر إن العقيدة هي الشريعة والشريعة هي العقيدة. فنقول الناس لا، لازم الناس تفرق بين الاتنين. العقيدة هي الاعتقاد اللي احنا بنعتقده في الإله، والاعتقاد اللي احنا بنعتقده في الإله ده واحد لا يتغير. يعني مثلا اعتقاد سيدنا موسى في الإله إنه في السماء على العرش، طب اعتقاد سيدنا عيسى انه في السماء على العرش، طب اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم انه في السماء على العرش، خلاص الاعتقاد كله واحد. فكل الانبياء اعتقادهم واحد، وكل اتباع الانبياء اعتقادهم واحد. انما الشرائع اللي هي ايه؟ اللي هي العبادات اللي احنا بنعملها بقى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول انتوا خلاص اعتقدتوا وامنتوا ان الله عز وجل هو الاله، طيب الاله ده بيامركم مثلا انتوا كمسلمين تصلوا بالطريقه دي. طيب احنا على عهد سيدنا عيسى امرهم بالصلاه بس بطريقه ثانيه، على عهد سيدنا موسى أمرهم بالصلاة بس طريقة تالتة.